مشاهدي تلفزيون الوطن في كل مكان مستمرين معاكم امام معبر القين علشان نغطي تغطية مستمرة وحية من هنا لعودة الطلاب المصريين من السودان الى مصر. معانا احد هؤلاء الطلاب اللي بنقول الحمد لله على السلامة وعرفنا بنفسك. انا اسمي محمود محمد محمود، طالب الفرقة الثانية بدولة السودان الشقيقة. الحمد لله احنا بعد اللي حصل ده كله ده جهود الدولة المصرية ما شاء الله كانت حاجة كبيرة، يعني كان دايما بيتكلمونا دايما وتواصلوا معنا دايما، يعني وزارة التربية كان دايما بتتواصل معنا وكلمتنا قبل كده فيديو كلمتنا فيديو يعني مع الطلبة واطمنت على الطلبة دايما، والحمد لله دايما وفروا لنا النهاردة مثلا طيارات عسكرية للطلبة المصريين اللي هناك. وهنا لما جينا الحمد لله المعبر أركين لقينا الهلال المصري مستنينا وبيقدمنا أفضل رعاية. فأنا من هنا أحب أشكر سيادة الرئيس وأشكر كل أجهزة الدولة على أمته معنا، يعني ما شاء الله أم معنا بكل الواجب وكل اللازم يعني فعلوا معنا الحمد لله. يعني أنت بتدرس في كلية الطب في السودان، خلينا يعني أعرف منك برضو كواليس رحلتك أنت وزملائك من الطلاب. هي في الأول البداية طبعا احنا قاعدين في السودان كانت الدنيا صعبة جدا، طبعا بداية الحرب دايما كانت المياه بتقطع والنور بيقطع والعيش كان مره فيه او مره لا، وده كان في عز الصيام في رمضان، يعني ممكن كنا ننزل نجيب عيش قبل الفطار ما لقيش عيش، فكانت الدنيا صعبه جدا. ولكن الحمد لله بعد الدوله وفرت لنا ادتنا تساعدنا ان احنا نرجع لبلدنا تاني ونرجع لوطننا تاني ونحس بالامان هنا في مصر الحمد لله. يعني منذ قدومك لمعبر أرقين شفت ازاي التعامل والدعم اللوجستي على الارض من كل الجهات؟ من كل الجهات، من حيث ان اختام الجوازات الحمد لله الضباط المصريين دايما خلصوا لنا الاجراءات بسرعه، بالذات احنا يعني اي طالب مصري كان دايما بيخلص الاجراءات بسرعه، وكان موفرونا كل الرعايه هنا الموجوده، يعني اي حاجه كان بيوفرها لنا الحمد لله يعني هنا في المعبر. هناك عرفت ازاي تتواصل مع القنصليات وبالتنسيق مع وزارة الخارجية علشان عودتك؟ بالفعل وزارة الخارجية نزلتنا ارقام وقدرنا نتواصل معهم، وفعلا كلمونا النهارده وكلموا الجماعة اصحابي اللي لسه في السودان حاليا ان في طيارة استقبلهم، وفعلا راح المطار وركبوا الحمد لله الطيارة، يعني طيارة عسكرية الحمد لله. يعني تقول ايه كلمة اخيرة للدولة المصرية اللي وقفت مع الطلاب زملائك ومعاك ومع كل اولادها علشان تعيدهم مرة تانية لارض الوطن؟ بجد يعني بحب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي واشكر وزيرة الهجرة واشكر وزير الخارجية، يعني دايما هم فعلا وفوا كل الكلام اللي قالوه وفوا بيه الحمد لله، يعني بشكرهم مرة تانية بشكرهم الحمد لله. دكتور محمود الحمد لله على السلامة وبشكرك على وجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا. كان معنا دكتور محمود احد الطلاب بكلية الطب في جامعة السودان علشان يقول لنا كواليس الرحلة هنا من امام معبر أرقين، مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا الحية من هنا من الحدود المصرية السودانية للطلاب المصريين العائدين والرعاية المصرية العائدة إلى أرض الوطن. كنت معاكم كريم عثمان، شكرا جزيلا.